التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر. أكد رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى استعداد مجلس النواب للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي والتطلع لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، بما يعكس التنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.